في الايه السنترال نيرفس سيستم. ايه رايكم نكمل النهارده وناخد السنترال نيرفس سيستم؟ حد شايل تحبوا تكملوا؟ طب يلا حد شايل. برافو، تمام. سيريبرال انيوريزم دقيقه واحده، هتكلم بس في حاجه دقيقه واحده. انتوا معايا؟ معايا يا ولاد؟ ايوه دكتور. تمام. السيربرال انيوريزم، احنا اتكلمنا المره اللي فاتت المنجايتس، وده اتكلمنا على البرين ابسس. النهارده هنتكلم على ايتم مهم اللي هو السيربرال انيوريزم. احنا عارفين ان كلمه انيوريزمال دايلاتيشن هي abnormal dilatation في الوول والارتري او في الفين او في حتى في المصل في الوول بتاع الهارت، وده ممكن يحصل. عشان اقول ان dilatation ده اسمه aneurysm يبقى عندي dilatation ده لازم يحتوي على كل layers of the wall. dilatation يحتوي على كل layers of the wall علشان اقول ان ده aneurysmal dilatation. يعني أنا ممكن يبقى عندي dilatation ومش واخد كل layers of the wall، هقول ده مش aneurysmal dilatation. ال aneurysmal dilatation لازم يبقى واخد ال wall thickness بتاع ال blood vessel كله حاصل فيه ال dilatation. طب إيه أنواع ال aneurysm اللي ممكن يحصل في ال brain tissue أو ال cerebral aneurysm؟ في عندي نوع بسميه congenital aneurysm. It appears as a single or multiple small circular aneurysms. It is found at the bifurcation of the cerebral arteries as a result of congenital absence of hypoplasia of the medium. The most common sites are the circle of Willis and the middle cerebral artery. The congenital aneurysm بيحصل عادة في الأطفال طبعاً، إنه بيحصل حاجة congenital، بيبقى في عندي hypoplasia في layer of the media of the blood vessels، بيحصل في ال vessels اللي عندي ال bifurcation بتاعة ال circle of Willis. يبتدي الحتة دي تعمل لي انتفاخات صغيرة كده في ال size of bifurcation عند ال base of the brain، والانتفاخات دي بتبقى هي بنسميها ال congenital aneurysm أو البيري aneurysm، زي حبات البيري كده، زي حبات التوت بالظبط كده. ال congenital aneurysm is one of the most common cause of cerebral hemorrhage في الأطفال. اسمع، إن طفل جاله cerebral hemorrhage أعرف إن هو ده كان عنده congenital aneurysm وابتدى يحصل فيه rupture، وهو ده اللي عمل cerebral hemorrhage في الأطفال. The most common site is circle of Willis at the base of the brain and the middle cerebral artery. نيجي نشوف نوع تاني. حدد لنا الورق اللي بعد كده. زي ما احنا شايفين اهو بالظبط كده، ادي الانيوريزمال دايلاتيشن. هنا بيبقى سيركلر انيوريزم واخد جنب معين من الارتري at one area، وممكن لابل هو ترابشر زي ما احنا شايفين في الصورة، وممكن يعمل circular aneurysm يبقى واخد كل الوول بتاع، يعني من ناحيتين، انتفاخ موجود من ناحيتين، ممكن يبقى على ناحية واحدة بنسميه circular، أو fusiform لو واخد كل الوول بتاع من ناحيتين بتاعة الوول. طيب circular Willis، الصورة اللي بعد كده دي شايفين السيركل اوف ويلز بيبقى فيها البايفوركيشن، عند البوينتس اوف بايفوركيشن بيحصل الانيوريزمال دايلاتيشن. طيب في نوع تاني من الانيوريزم اللي هو المايكوتيك انيوريزم، والمايكوتيك انيوريزم بيحصل سكندري انفكشن زي في حاجات السب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس والبولي ارترايتس سندوزا، بيحصل فيه بكتيريا الانفكشن
بيوصل للوول اوف ذا ارتري. يبتدي الوول اوف ذا ارتري في الحته دي اللي حصل فيها انفلاميشن، وصل للوول اوف ذا ارتري يحصل فيه ويكنس ويحصل فايبروزس للميديا، وتبتدي تبقى لايف انها يحصل لها دايلاتيشن. The most common site is the branches of the middle cerebral arteries. ده السايت اللي ممكن يحصل فيه الميكوتيك انيوريزم. طيب في نوع تاني غير الميكوتيك اللي هو بيحصل سكند للبكتيريال انفكشن، اللي هو الاثيروسكليروتيك انيوريزم. وهنا الانيوريزم بيحصل سكند للاثيروسكليروزس بيحصل بيسبب لي طبعا ان الوول بتاع البلاد فيسلز يبقى ويكند باي ذا ديبوزيشن اوف ذا ليبيد، وبالتالي بيبتدي يحصل الويكنس والضغط على اللير بتاعه الميديا، ويبتدي يحصل الانيوريزمال دايلاتيشن. يبقى ده بالنسبه للاثيروسكليروتيك انيوريزم بيحصل في البازيلر او في الانترنال كاروتيد وديفلوب ان اسوشيشن ويز اثيروسكليروزس والهايبرتنشن فور اولد ايج بيشنت. خلاص حد يقلب الداتا شو لو سمحتوا. طيب في عندنا الارتيريو فينوس انيوريزم، وده الى حد ما يعتبر نوع من انواع الفولس انيوريزم، ان انا يحصل عندي تروما وبتجي يحصل لي كوميونيكيتنج تراكت بين ارتري والفينوس كافيرنس ساينس. الهيماتوما اللي بتحصل ما بين الاثنين دي بتبتدي يحصل لها كانالايزيشن وتفتح على التو الارتري وعلى الفين من ناحيه، ويبتدي يحصل لي الحته دي بتبقى كانها من الوول بتاع الارتري او الفين، وتبتدي يحصل لها دايلاتيشن يعني بتستحملش ضغط البلد، ويبتدي يحصل لها دايلاتيشن وتعمل لي ارتيريو فينوس انيوريزم. الى حد ما دي بتعتبر فولس انيوريزم لانها ملهاش layers of the wall of the blood vessels. خلاص الأرتيريو فينوس أنيوريزم تحصل by fracture at the base of the skull، تكون هيماتوما يحصل لها later on canalization وتعمل لي الأرتيريو فينوس أنيوريزم. طب إيه أهمية الأنيوريزم؟ الأنيوريزم ده زي ما احنا بنقول حاجة dilatation في الوول. الدايلاتيشن ده هيفضل يستد يزيد يزيد، ممكن يرابشر في وقت من الاوقات، وده خطورته انه يؤدي الى فيتال سب اركنويد هيموريدج. ممكن نفس الوقت الدايلاتيشن ده وهو بيكبر هيضغط لي على سراوندينج برين تيشو، يعمل لي بريشر افكت على سراوندينج نيرفس تيشو. نفس الوقت ممكن يحصل ثرومبوزس اند كالسيفيكيشن في نفس، لان ده ديزيز وول اوف ذا بلس. الوول بتاع السيريبرال انيوريزم ده ديزيز وول اوف ذا بلس، فبالتالي يستحق ان يتكون عليه ثرومبس وان يحصل عليه كالسيفيكيشن. ده بالنسبه للسيريبرال انيوريزم. يبقى دي عرفنا الكوميونيكيشن بتاعه. هنخش بعد كده على البرين تيومرز، ونتكلم على ايه هي تيومرز بتاع في السنترال نيرفس سيستم او في النيرفس سيستم، وهنلاقي انها تيومر اما ريليتد نيورال سيلز نفسها، هنلاقيها واخده النيرونز نفسه بتاع النيورونال سيلز، وزي النيوروبلاستوما والجانجليوروبلاستوما والجانجليوروما، او تيومر طالعه من نيوروبلايا. النيوروبلايا اللي هو السبورتيف تيشو اوف ذا برين، كونكتيف تيشو اوف ذا برين، بنسميه نيوروبلايال تيشو او الجلايال تيشو. ده بيطلع لي الجليومز، واشهرهم الاستوسايتوما والاوليجودندروجلايوما والابندايلوما. في كمان تيومرز ممكن تطلع لي البريميتيف اندفرنشيتد سيلز زي الميدالوبلاستوما، في تيومرز تطلع لي من باينيال بودي زي البينيوبلاستوما والبينيوسايتوما، في تيومرز ممكن تطلع لي من نيرف شيث سيلز، احنا عندنا الكرينيال نيرفز في البرين، وممكن يطلع لي شوانوما والنيوروفايبروما، ممكن تيومر تطلع لي من المينينجيز الكفرنج مينينجيز زي مينينجيوما، مينينجيال ساركوما، المينينجيال هيمانجيوبيريسايتوما، ممكن يجي لي لمفوما، ممكن يحصل لي مالفورماتيف فورميشنز يعني مال فورميشنز زي الكرينيوفرانجيوما كولويد سيست
دوميت سيست and بيتويتري جلاند تيومرز. من يهمني من نوعين من تيومرز، أول حاجة المنينجوما، ثاني حاجة الجلايومرز. الجلايومرز اللي هي تيومرز arising from glial tissue، أهمهم astrocytic cells. المنينجوما زي ما هي اسمها طلع من meningocelial cells. المنينجوما common benign tumor arising from the meningocelial cells of the arachnoid، بتطلع من الأراكنويد، وهي بتطلع بتبقى ليها بيز ريليتد للجورة، لما بتكبر بتبقى embedded in the brain tissue but it is separable from it، يعني أقدر أفصلها أفصصها عن البرين تيشو، لأنها مش طالعة من البرين تيشو، هي طالعة من المينينجيس، لكن لما بتكبر بتضغط على البرين وتبقى embedded in the brain tissue. It is a tumor of adult age. It is a benign tumor. Mostly بلاقيها well circumscribed tumor of variable site, well encapsulated, a tumor firm in consistency, cut section بتاعها ليها characteristic worldly appearance، يبقى هي well circumscribed, white grayish in color and worldly. ثلاثة W، افتكر ثلاثة W في الA في الgross picture، well circumscribed, well encapsulated, white grayish in color and worldly appearance. بقوا أربعة كمان W عشان ما ننساش. خلاص. طيب microscopically بلاقي ان انا في عندي ثلاثة variant، سمومتس تايب وفايبروبلاستيك تايب ومنينجوسيليومتس تايب. السمومتس تايب في fusiform cells arranged concentrically into rings. Central cells undergo نوع من hyaline change والcalcification وتعمل لي سمومة بوديز. السمومة بوديز اللي تكون ده هو إلا نوع من hyalinosis والcalcification of the tumor formed by the tumor cells which are forming fusiform appearance arranged in rings. cells نفسهم fusiform وarranged in rings كده، وبالتالي تجي المنظر بتاع الويرلي appearance gross picture. يبقى الويرلي هنا كونت من fusiform cells around sarcoma bodies. الفاريانت التاني بقول fibroblastic type، بيتكون من spindle cells and dense fibrous stroma. النوع التاني بنسميه meningocelliomatous type، وده syncytial sheets of large cells ليها absolute features with a large amount of cytoplasm, oval cells separated by variable amount of stroma. The cells have indistinct cell borders, isophilic cytoplasm, small and round nucleoli. ده variant التالت of meningioma. طيب احنا عرفنا ان التومر ده arise well circumscribed, well encapsulated، من السهل ان انا اشيله، هو embedded in the brain tissue، خطورته كلها ان هو بيضغط على brain tissue، فبالتالي ممكن act as an expanding lesion، يعمل لي كل الحاجات اللي احنا فاكرين قلناها ايام ما كنا بنقول expanding lesion of the brain، بيضغط على cerebrospinal fluid، بيضغط على neural cells، بيعمل لي neurologic manifestation، كل الافكتس اللي احنا قلنا عليه. رغم ان هو benign tumor لكن بيعمل لي effects نتيجة البريشر على النيرف تيشو. طيب هننتقل بعد كده للجليومز، وهنقول اهمهم الاستروسيتوما. استروسيتوما one of the common tumors arising from the brain. It arises from astrocytic cells اللي هي one of the cells of the glial tissue أو the connective tissue of the brain. بنقسمها into four grades microscopically. WHO مقسمها into four grades. أول حاجة grade one أو well differentiated هي بنسميها bilocytic astrocytoma.
بايلوسيتيك سايتوما بتطلع في الشيلدرين واليونج ادلت. كومن السايت بتاعها السيريبيلم يوجوالي بتبقى سيستيك و it is benign in its behavior. يبقى البايلوسيتيك بتحصل في الشيلدرين والسيريبيلم بتبقى well circumscribed usually cystic. التومور confined to neural nodules in the wall of the cyst. microscopically بلاقي تومور سيلز bipolar وحواليها same processes وتومور grows slowly and rarely infiltrated the surrounding tissue. يبقى هي grows slowly ولكن هو بكل أسف بيبقى بيدمر الحتة اللي بيطلع فيها. يعني هو benign in behavior ولما بيتشال ما بيرجعش تاني والحاجات اللي احنا بنقولها. لكن هو حتى لو هو benign بيضغط على behavior لكن بيدستروي الحتة اللي بيطلع فيها. لو طلع في الاوبتيك نيرف بيدمر الاوبتيك نيرف وهكذا. هو ما هوش innocent قوي. يعني هو behavior بتاعه حلو فيما بعد لو اتشال لكن هو destructive في الاريا اللي هو بيطلع فيها. هنيجي للجريد اللي بعد كده او جريد 2 استروسيتوما بنسميه فايبريلاري استروسيتوما وده بيمثل حوالي 80% من البرايمري برين تيومر وهو الكومنست الشائع او ان انا بريزنتنج في الجريد 2 دي. بيطلع في السيربيلم سيربرال هيمسفير البايلوسيتيك سايتوما كنا بنقول سيربيلم هنا سيربرال هيمسفير كويس. بيجي في ادلت ايج ممكن يحصل في البرين ستام. الفايبريلر سايتوما ار بوغلي سيركمسكرايب ما هياش بقى سيركمسكرايب لا ده احنا بوغلي هي اريا انفيلتريتيف للسراوندينج تيشو وايت expand and distort the brain tissue. microscopically هلاقيها astroglial cell عبارة عن nuclei وfibrillary stream. nuclei pleomorphic وhyperchromatic ونوميتوتيك figures. يبقى nuclei pleomorphic hyperchromatic لكن ما عنديش mitosis في grade 2. يبقى الfibrillary astrocytoma بقول عليها البيهيفير بتاعها يعني أقل شوية من الحاجات التانية لأن أنا ما عنديش ميتوتيك فيجرز ما فيش نيكروزيس البليمورفيزم بيبقى مينيمال. طيب جريد 3 بقى اللي بسميها أنا بلاستيك دي بلاقيها أجريسيف تيومر أفكتينج أدلت إيج أفكتينج السيريبرال هيمسفير مايكروسكوبيك تيومر سيلز هايلي سيلر تيومر نيوكليير أنابليزيا ماركد أتيبيا and increase mitotic activity. بس ستيل أنا ما عنديش نيكروزيس. يبقى برضو الأنابلاستيك بلاقي فيها increase mitosis, marked nuclear atypia, highly cellular, لكن no necrosis. حاجة الجريد اللي بعد كده بقى الجلوبلاستوما مالتيفور اللي هي جريد فورم الموست malignant astrocytic tumor mainly affect cerebral hemisphere and basal ganglia. grossly a tumor show areas fair من اسمه كده glioblastoma multiform. multiform يعني حاجات مختلفة حتى هيمروج حتى نيكروزيس حتى يلوش حتى ريدش هيمروج سيست فورميشن multiform glioblastoma multiform شرسة جدا glioblastoma multiform highly aggressive multiple gross pictures أشكالها كثيرة خالص في gross picture حتى كده وحتى كده variable. microscopically حلقة tumor cells highly cellular tumor highly cellular nuclear anablast مش بس nuclear activity دي anablastic nuclear marked mitotic activity ابتدى يحصل tumor giant cells ابتدى يحصل necrosis and endothelial proliferation of the blood vessels. blood vessels عاملة proliferation عاملة زي المنظر بتاع الجلوميرولاي بتاع الكيدني او عندي endothelial proliferation. يبقى هنا في حاجتين جداد ظهروا عندنا في glioblastoma multiform. grossly اول حاجة انها multiple pictures
مش هوموجينز، ده حته كده وحته كده وحته كده وحته كده، حته يلوش حته وايتش حته نيكروزس حته سيست حته هيموريج حته سيست فوساي ونيكروزس مالتيبل بيكتشرز في الجروس. مايكروسكوبيكالي ظهر فيها حاجتين جداد، كل الحاجات اللي موجوده في الانابلاستيك انابليزيا والانكريسيلاريتي والمالتيبل مايتوزيس والكلام ده كله، زاد عليهم حاجتين النيكروزس والاندوسيلال بروليفريشن اوف ذا بلاد فيسل. دول بيميزوا الجلايوبلاستوما مالتي هايلي اجريسيف اند فيري باد بروجنوزس الجلايوبلاستوما مالتي فور. حد عنده اي اسئله يا جماعه؟ حد عنده أي أسئلة؟ لا يا دكتور. طيب لو في أي حاجة محتاجيني فيها قولولي. تمام كده؟ طيب أشوفكم.